بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم النهارده في اللقاء دوت، وحاولت ان انا اطلع على البث المباشر لكن للاسف النت ما ساعدش يعني. فسجلت مع حضراتكم وان شاء الله باذن الله هتوصل، ولو في اي اسئله حطوها برضو مع حضراتكم. في اخ بيطلب ان انا اعلي الصوت، والله اعلي الصوت على قد ما اقدر، وان شاء الله باذن الله نحاول نعالج مشكله الصوت. طيب، في سؤال بيسأل بيقول ممكن رقم التليفون 010-992-82300، لكن مع ملاحظة يا اخوانا بالنسبة للناس اللي هي بتتكلم في التليفون او عن طريق النت او كده، يعني ما بيبقاش الإجابة او ما بيبقاش تقرير الحالة مظبوط كما ان لو كان بالمواجهة الشخصية. فلذلك ارجوكم ان احنا لا نستعيض عن النت او على الواتساب عن اللقاء الشخصي او اللقاء في المكتب او اللقاء في العياده او كذا. في سؤال بيسال على الشرايح والمسامير اللي هي بتتعمل في حالات التقوس او الاعوجاج، هل بتظل في الرجل على طول ولا بتتشال بعد فتره؟ بالنسبه للشرايح والمسامير احنا بنحطها على اساس ان هي تمسك العظم في الوضع اللي احنا عايزينه، الوضع المظبوط، العظمه تبقى معوجه احنا بنعدلها، فبالتالي بنحب ان احنا نثبتها في الوضع اللي احنا عايزينه. فنحافظ على الوضع ده ازاي؟ عن طريق الشرايح والمسامير، وتبقى جوه الجسم مش زي المسامير اللي بتبقى متركبه من الخارج، ممكن تضايق العيان، ممكن تشكه، ممكن ان هي تعطله، لكن بتبقى جوه موجود جوه موجود جوه الجسم، وبتفضل وبتساعد المريض ان هو يتحرك بسرعه الى حد كبير. بعد كده لما ان شاء الله تأدي الوظيفة بتاعتها المطلوبة منها باقتدار وتمام، بعد كده نقرر في حالتها. اذا كان المريض صغير في السن ممكن تتشال، لو كان كبير في السن ممكن تتساب، لو كان هي مضايقة المريض بشكل او باخر ان احنا ممكن نشيلها، ما هياش مشكلة. فاذا الموضوع دوت بنحدده نعمل ايه بعد كده. برضو سؤال تاني، برضو الشريحة بعد نجاح العملية والتئام العظم ممكن نشيلها، ممكن نشيلها وممكن ما نشيلهاش، تختلف حسب الحال. طب في سؤال بيقول بلو سكاي، بيقول عنده اخوه عمره 5 سنوات وعنده قصر في وتر اللي هو خلف الانكل، هو وتر اكيلس، وعمل عمليه ولكن بيقول للاسف ما نجحتش، فممكن يعمل عمليه تاني؟ ممكن يعمل عمليه تاني، وانا لسه عامل عمليه برضه ل يعني من اسبوع تقريبا او من 10 ايام لطفله كانت عامله برضه قبل كده عمليه، وعملنا تطويل وتر عادي جدا والحمد لله في تحسن، ربنا يتمها على خير ان شاء الله. طيب، طيب ماشي. في برضه في حد بيقول ان عنده ولد عنده قصر، فممكن يتعمل له عمليه تطويل، ممكن يعمل له عمليه اليزاروف برضه بيساعد في التطويل، خصوصا لو كان في فرق في رجل طويله ورجل قصيره في حدود مثلا 7 سنتي او حاجه، بيبقى يكون ده الحاله المناسبه جدا لهذا الموضوع. طيب، في سؤال، جنه الورود بتقول ان هي مصابه بضلع رقبه زائد، ضلع رقبه زائد اللي هو احيانا بيبقى فيه عيوب من ضمن العيوب الخلقيه، ان ممكن يتكون ضلع في منطقه الرقبه غير منطقه الصدر اللي هو المنطقه المكان المعتاد لوجود الضلوع، فدوت لما بيعمل ضغط على الشرايين وعلى الاعصاب وعلى الاورده وبيأثر على الايدين، فممكن ان هو يعمل عمليه ونعمل عمليه ونشيل، بتبقى عمليه دقيقه شويه علشان نشيل الضلع الزائد دهوت، وان شاء الله باذن الله تبقى كويسه. بقول الجرح بيلتئم بعد قد ايه؟ ممكن بياخده مثلا حوالي اسبوعين او حاجه زي كده. مدى صعوبه العمليه، هي العمليه برضو الى حد ما صعبه لكن ان شاء الله ممكنه وما فيهاش مشكله، مش ما هياش مستحيل. طيب، برضو سؤال برضو محمد رأفت بيسأل على عمليات التقوس، هل العظام بتلتئم فعلا؟ بتلتحم، وطبعا لازم تلتحم عشان ترجع طبيعيه، وفي نفس الوقت المريض بيرجع احسن من حالته اللي قبل عمليه التقوس باذن الله. وبتاخد قد ايه وقت؟ بنتكلم في حوالي 3 شهور 4 شهور حاجه في مثل هذا القبيل. طيب،
في سؤال بيقول ان ايه، بنتي عمرها 13 سنة، وقبل 3 سنوات او اقل لاحظت تقوس في الساقين وبدأ يزيد جدا، وخاصة في الساق الايسر. طبعا ديت ممكن يكون نوع من الاعوجاج وممكن تحتاج عملية وتقويم، مفيش مشكلة ان شاء الله. طيب في سؤال اشرف ابو روس بيقول عندي مرفق تنس واخد كورتيزون والالم راح ورجع تاني. احنا ممكن ندي محاولات لحقن الكورتيزون لحد 3 مرات، ولو الموضوع استمر اكتر من سنة والعلاج ما بيجيبش نتيجة فيها تدخل جراحي وعملية جراحية ممكن تخف بإذن الله. طيب في سؤال بيقول انا عمري 36 سنة، ساق الأيمن قصبة التبية مفصولة قبل شهر، وعملت لها عملية ووضعوا لي الأسلاك المعدنية بدل الصفيحة، وبقى لي شهر بسمع أصوات حركة العظم وغير ملتئم، هل يبقى هذا الحال طويلا أم أنا بحاجة لعملية؟ ممكن يكون التثبيت ما هوش بالشكل المطلوب فتحتاج متابعة، وممكن يحتاج تثبيت او شريحة او مسامير، او ممكن ربما يكون الوضع كويس. ما نقدرش نحدد هذا الكلام عن طريق النت زي ما قلت لحضراتكم. طيب في سؤال بتقول انا امرأة في 40 وعقدتي النفسية ان اشكو من تقوس في الساق. طيب هو نسبة نجاح العملية، الحمد لله عالية جدا. كام يوم تقدر تمشي؟ نمشي بإذن الله بعد العملية بإذن الله مباشرة، لكن طبعا بيبقى فيه مساعدة وفيه خدمة، بنتكلم في حوالي 2 شهر تقريبا علشان إن هي تقدر تمشي بشكل كويس يعني. طيب برضو بيسأل على التقوس برضو محمد الهادي. طيب في سؤال بيقول ايه، عندي تفاوت قديم في الورك سبب لي نقص في طول الرجل، هل هناك علاج؟ ممكن لو الفرق ده ما هوش كبير، او فرق يعني لو الفرق مثلا حوالي سنتي 2 سنتي ممكن يتساب، لو الفرق مثلا في حدود 5 سنتي او 7 سنتي ممكن يتعمل عمليات تطويل، خصوصا لو المفاصل بتاع مفصل الركبه ومفصل الفخذ كويس، فدي محتاجه تقييم الحاله وبناء عليها ممكن يتعمل العمليه. انا بشكر حضراتكم وبلقاكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.